قدم الفريق اللبناني عرضا في البومباز وذلك بمركز رعاية الشباب بالجزيرة. وقد اشترك في العرض أبطال الجمهورية العربية المتحدة المرشحون للاشتراك في دورة نابولي هذا العام. وقد تبادل الفريقان الورود والأعلام التذكارية أمام جمهور المشاهدين. وبدأ العرض على الأجهزة المختلفة حصان القفز وجهاز الحلق وعارضة التوازن، واشترك فيها من الجانب اللبناني سامي القيسي ومحمود شاكر وعفيف الحسينية وعلي حميد. ومثل الفريق العربي إسماعيل عبد الله ومحمد إبراهيم وعبد الوالي الشرف ورياض عبد الرحمن وفاروق سليم. وقدمت الأنسة عائشة عبد المولى بطلة الجمهورية على عارضة التوازن عرضا شائقا قوبل بالتقدير والإعجاب.